طب بنين في ستات وبنين. مثلا يعني حالتها ما تستدعاش ان ياخدوا الاثنين مع بعض؟ لا لازم الاثنين. يعني اللي الشخص ياخد حقن لازم ياخد اسبرين؟ لازم بياخدوا الاثنين مع بعض، وهو ده يعتبر العلاج الابتدائي. الابتدائي يعني ايه؟ يعني اقول لحضرتك ده في ده حتى بعد ما ياخدوا الجرعه الكامله من الاسبرين والهيبرين، واحنا اتفقنا ان هتاخده من حد الى 34 اسبوع، لان احنا بنقول ايه؟ ان المشاكل اللي بتحصل من نتيجة هذا المرض ونتيجة هذا الخلل المناعي بتحصل قبل 34 أسبوع. نقولهم تاني، إما في صورة إيجاد متكرر قبل الأسبوع العاشر من الحمل، يا إما وفاة جنين داخل الرحم بعد الأسبوع العاشر من الحمل، يا إما نقص نمو الجنين في النصف الثاني من الحمل بعد الأسبوع العشرين، يا إما تسمم حمل قبل 34 أسبوع اللي هو في الشهر الثامن، اللي هو قبل الشهر الثامن. فبالتالي الست اللي هتاخد أسبرين وهتاخد هيبرين لازم تاخدهم لحد 34 اسبوع. الاسبرين حضرتك بقى تبدا فيه بمجرد انها جرعه قد ايه؟ اقول لحضرتك، اولا بتاخد 35 ملغ في اليوم، اللي هو اسبرين الاطفال. اسبرين الاطفال القرص الريفو، القرص الاسبرين العادي ده 500 ملغ، ده كبير قوي. طبعا ده نص جرام. لا احنا بنتكلم على اسبرين بتاع اطفال ده 75 ملغ على فكره، بس الجرعه المطلوبه 85 ملغ، فهي لازم تزودها شويه، يعني قرص وشويه. 85 ملغ يوميا تاخدهم بعد الاكل. بتاخد تدريجي يعني مثلا اول يوم مثلا نص يعني ولا؟ ده هو اصلا جرعه صغيره، هو اصلا 85 ملغ مش تدريجي، بس يكون هو اسبرين اسيتيل ساليسيليك اسيد، اسيد يعني حاد على المعده، فلازم تاخده بعد الاكل عشان ما يحصلش منه التهاب معده او يمكن حتى قرحه معده. قرحه فلازم تاخده بعد الاكل، اسبرين بيبي او بتاع الاطفال يعني، بس 85 ملغ مش 75، قرص مره واحده يوميا بمجرد ان اختبار الحمل ايجابي. بمجرد ان اختبار الحمل ايجابي اتليست على الاقل لحد 34 اسبوع. كويس. طيب بالنسبه للهيبرين، الهيبرين بقى ما تاخدوش ولا تبدا فيه الا لما يثبت نبض الجنين بالسونار. يعني لازم تبدأ بالأسبرين؟ تبدأ بالأسبرين بمجرد أول ما تبقى اختبار إيجابي، اختبار إيجابي تاخد الأسبرين. كويس. وفي الحالات المستعصية أو الحالات يا عيني اللي سقطت خمس مرات وست مرات وأرقام كبيرة كده، لا بمجرد الست ما توقف وسيلة منع الحمل ويكون عندها خطتها نيتها إنها تحمل تاخد الأسبرين. مش بقى مش هتستنى لما فعلا اختبار حمل يبقى إيجابي، لا مجرد إنها وقفت وسيلة منع الحمل وعايزه تبدا، اتفقت خلاص هي وجوزها ان يحصل حمل، يبقى نبدا الاسبرين. الهيبرين بناجله لان دي حقن تحت الجلد وشكشكه ويوميا، وطبعا يعني بتعذبها شويه، لكن معلش كل يعني كل شيء وله ثمن طبعا. فالحقن الهيبرين بنستنى لما نشوف نبض الجنين بالسونار تبدا تاخدها، نبدا الهيبرين. طبعا. نبدا الهيبرين، بس خدي بال حضرتك الجرعه بتاعته بتختلف من حاله لحاله، وهقوله على حسب. على حسب.